اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم من مواضيع اكسل. في هذه المحاضرة راح نشرح دالة في لوك اب. دالة في لوك اب من الدوال المهمة جدا في برنامج اكسل. طبعا هذه الدالة مخصصة للبحث في الجداول واعطاء نتيجة معينة نسبة الى قيمة او وسيلة بحث معينة. طبعا هذه الدالة مهمة جدا في استخراج البيانات وفي عمل شيتات وجداول الرواتب وكذلك الكثير من المهام الإدارية داخل برنامج اكسل. هذه الدالة تقوم بإرجاع معلومات معينة في داخل جدول معين نسبة إلى وسيلة بحث. يعني مثلا لو اجيت هنا اسم الموظف كتبت مثلا علي محمد حسن، لو اجيت هنا كتبت علي محمد حسن واستخدمت الدالة VLOOKUP مباشرة راح ترجع لنا مواليد الموظف علي والعنوان الوظيفي بشكل مباشر. ممكن واحد يسأل يقول يعني انا ليش استخدم هذه الدالة مباشرة؟ انا اذا اروح على علي محمد حسن مباشرة راح اقدر اطلع المعلومات بدون ان اتعب نفسي واستخدم هذه الدالة. او ممكن واحد يسأل يقول لا انا ممكن انه استخدم عملية البحث، يعني اجي هنا أنا اكتب في البحث مثلا علي محمد حسن، علي محمد حسن، ونروح مثلا على بحث التالي، طبعا نحدد البيانات ونروح على بحث التالي مباشرة راح يطلع لنا علي محمد حسن ونقدر نوصل إلى معلوماته. طبعا صحيح عملية البحث ممكن نتوصلنا، البحث اليدوي ممكن نتوصلنا إلى البيانات، ولكن لا يمكن إجراء المعادلات على هذه البيانات أثناء عملية البحث. الدالة VLOOKUP ممكن أنه نجري المعادلات أثناء استعمال هذه الدالة، وطبعا هذه الأمور راح نوضحها إن شاء الله بشكل مفصل في المستوى الاحترافي إن شاء الله. طريقة استخدام الدالة، مثلا في هذه الخلية راح أكتب سلام محمد حسن، وأريد البرنامج يضيف لي المواليد والعنوان الوظيفي بشكل مباشر. أول خطوة أحدد الخلية اللي يريد أضيف بها البيانات، مثلا أني أريد أضيف المواليد نسبة إلى سلام، يعني المواليد الخاصة بالموظف سلام. نحدد الخلية اللي يريد نضيف بها النتيجة مثلا المواليد، ونروح على قائمة صيغ، ومن ثم نختار من الفئة بحث وإشارة، ننزل إلى الأسفل راح نختار الدالة VLOOKUP. الدالة VLOOKUP بها أربع مكونات. هذه المكونات هي LOOKUP VALUE وسيلة البحث، TABLE ARRAY جدول البحث، CALL INDEX NUM رقم العمود المراد البحث فيه، RANGE LOOKUP المطابقة أو المقاربة أو نتيجة البحث. LOOKUP VALUE المقصود بها هو الوسيلة اللي من خلالها البرنامج راح يبحث. يعني أنا مثلا أبدأ أطلع المواليد والعنوان، المواليد والعنوان الخاصات بمن منو لازم أن يكون خاصات بالاسم، جيد. فاللوكاب فاليو راح يكون هو الاسم اللي من خلاله راح أقدر أبحث، أو المفتاح اللي من خلاله راح البرنامج يبحث. يعني راح أقول له مثلا أنت عندك الاسم هذا سلام، تروح لي على هذا الجدول تدور لي على سلام وين موجود وطلع لي النتيجة الخاصة بالمواليد بسلام. هذه الخطوة الأولى، نحدد الوسيلة الخاصة بالبحث. يعني مثلا هنا الوسيلة راح تكون في هذا المثال هو اسم الموظف. المربع الآخر أو المطلب الآخر هو Table Array، الجدول اللي من خلاله راح أبحث. هذا هو الجدول، نحدد الجدول بشكل كامل، وضروري نضغط على F4 حتى الجدول يكون معرف لدى البرنامج. إن شاء الله راح نشرح في المحاضرات القادمة شنو يعني جدول معرف ونفتهم هذه الخاصية، ولكن بشكل عام يجب أن نضغط على F4 عند تحديد الجدول. الخيار الثالث اللي هو Call Index Num. طبعا في هذه الخلية أنا أريد أبحث عن المواليد، المواليد موجودة داخل هذا الجدول، هذا الجدول اللي أنا حددته اللي هو الاسم والمواليد والعنوان الوظيفي. كم رقم العمود الخاص بالمواليد؟ يعني إذا أجينا أنه هذا الاسم العمود رقم 1 والمواليد العمود رقم 2، العنوان الوظيفي العمود رقم 3، المواليد في رقم أي عمود؟ راح يكون رقم 2، لأن هذا 1 هذا 2،
زين، رقم 2 راح يكون 2. جيد، هنا المطابقة والمقاربة، إذا كتبت 0 معناها أنه راح يجيب لي النتيجة بالمضبوط فت، وإذا كتبت 1 راح يجيب لي نتيجة تقريبية. زين، شنو يعني تقريبية وشنو يعني بشكل فيت أو بشكل مطابق؟ إذا كانت تقريبية يعني مثلا إذا أجى بحث على مثلا سلام لقى موظف آخر قريب على هذا الاسم راح يجيب لي نتيجة خاصة بهذه النتيجة القريبة على الخلية اللي أنا طلبتها. طبعا النتيجة التقريبية اللي هي رمزها 1 وتعني أنه إذا أجى مثلا بحث على سلام ولقى اسم قريب على هذا الاسم راح يجيب لي البرنامج نتيجة قريبة على هذا الاسم. أما إذا كتبت له 0 يعني معناته مطابق، راح يبحث البرنامج على سلام، إذا لقى سلام بنفس الاسم الثلاثي راح يجيب لي هذه المعلومات، وإذا ما لقى الاسم بنفس المواصفات راح يعطيني خطأ إيرور. ليش؟ لأن أنا قلت له مطابق، يعني لازم أن تكون المعلومات اللي موجودة بوسيلة البحث مطابقة للمعلومات الموجودة بجدول البحث. ففي هذا المثال راح نستخدم احنا سلام، يعني احنا نريد المعلومات الخاصة بالمنتسب نفسه بشكل مطابق. بعدها موافق، راح البرنامج هنا يجيب لي خطأ، وذلك بسبب انه اكو خطأ عدي في الجدول. اجي هنا لقى سلام محمد حسن، بحث في هذا الجدول ما لقى هذا الاسم بشكل تمام بشكل مطابق، لان هنا عندنا سلام محمد علي، فهنا راح نجي نغير الاسم نسميه علي، بعدين انتر راح يجيب لي المعلومات الخاصة بالمواليد. طبعا كما نوهنا في المحاضرة السابقة انه في حال انه اصبح التاريخ بهذا الشكل نروح على الصفحة الرئيسية ومن ثم من عام نختار تاريخ مختصر. لاحظ انه مواليد سلام هي نفس المواليد الموجودة هنا 16/1988. لو وردت اضع العنوان الوظيفي في هذا الخيار من خلال الدالة في لوك اب، احدد الخلية الخاصة بالعنوان الوظيفي واروح على قائمة صيغ ومن ثم اجي على بحث واشارة واخيرا في لوك اب. طبعا بنفس الطريقة اول خيار اللي هو اللوك اب فاليو الوسيلة البحث راح احدد الاسم لان من خلال البرنامج راح يبحث. الخطوة التالية أحدد الجدول طبعا الخاص بالموظف وأضغط على F4 مثل ما نوهنا في هذا المربع call index. أنا أريد العمود الخاص بالعنوان الوظيفي، أجي أحسب من الاسم. ممكن واحد يسأل يقول ليش ما أجي أحسب من التسلسل؟ هنا عندي أنا الاسم موجود وين بهذا العمود، فأبدأ من العمود اللي أنا أريد أبحث من خلاله. فإذا هذا 1 2 3 العنوان الوظيفي موجود بالعمود رقم 3، فأجي أكتب هنا 3 وأجي أكتب 0 تعني أنه المطابقة حتى يجيب لي المعلومات بالمضبوط. أضغط على موافق راح يجيب لي هنا كاتب ذاتي. لو أجيت غيرت مثلا علي محمد حسن، كتبت هنا علي محمد حسن انتر راح يجيب لي المعلومات الخاصة بعلي. أجيت مثلا هنا كتبت مثلا أحمد حسن محمد، أحمد حسن محمد، تمام جدا. وهكذا البرنامج راح يجلب لي المعلومات من خلال انه راح يبحث على وسيلة البحث اللي انا كتبتها داخل جدول ويجلب لي بقية المعلومات. طبعا هذه الدالة هي الدالة VLOOK UP، واغلب مستخدمي برنامج اكسل يعانون من هذه الدالة رغم انها بسيطة جدا جدا. وان شاء الله في الدورة الاحترافية راح ناخذ امثلة مكثفة جدا جدا واحترافية كامثلة الرواتب وأمثلة التقدير على هذه الدالة. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.